أهم الأحداث اللي حصلت بالأمس، مركز معلومات مجلس الوزراء استعرض في إنفوجراف القيمة الأثرية والتاريخية للمتحف المصري بالتحرير. المتحف المصري بيعد أحد المعالم التاريخية والسياحية بالقاهرة، وهو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، كمان يعتبر أول مبنى ينشأ في العالم عشان يكون متحف، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1902. امبارح كمان أعلنت وزارة الصحة عن فحص أكثر من 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وده منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 لحد دلوقتي. تفاصيل وأخبار أكثر في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح. مركز معلومات مجلس الوزراء استعرض في إنفوجراف إن المتحف المصري بالتحرير أحد المعالم التاريخية والسياحية بالقاهرة، هو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وأول مبنى ينشأ في العالم ليكون متحف. بدأت فكرة إنشاؤه عام 1895 حين فاز المعماري الفرنسي مارسيل دورنيو بالمسابقة الدولية اللي تمت إقامتها لتصميم مبنى المتحف، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1902. وفي إبريل 2021 كان المتحف محط أنظار العالم حين ودع 22 مومياء ملكية لتنقل إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب. امبارح قام جهاز مدينة المحروسة بالتنسيق مع وزارة الثقافة وإدارة الطفل بإقامة احتفالية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شملت رقص بالتنورة ورسم على الوجه واليد وألعاب متنوعة. أيضاً قام جهاز مدينة أهالينا بإقامة احتفالية مماثلة لأطفال المدينة بالتعاون مع وزارة الثقافة، تضمنت رأس التنورة وشوع رائس وأراجوز ورسم على الوجوه. وفي الخيالة نظم صندوق مكافحة الإدمان حملة توعية بأضرار المخدرات، كما تم إقامة احتفالية لإدخال البهجة على نفوس الأطفال القاطنين بالمدينة. امبارح أعلنت وزارة الصحة عن فحص 13,627,000 مواطن ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021.